الربح من بيع الوثائق الدراسية على موقع ستادي بول الجزء الثاني. في أكتر من شخص طلبوا طريقة التسجيل على موقع ستادي بول وطريقة بيع الملفات ورفعها على الموقع علشان تبيع كل ملف ب$10. لو أنت مهتم بمجال الربح من التيك توك هتلاقيني سايب لك لينك هنا على الشمال بيعلمك أفضل 10 طرق للربح من التيك توك، وكل طريقة هوريك منها إثبات عملي حصل معايا بشكل شخصي بيبين لك نجاح الطريقة وإن الطريقة دي شغالة وتقدر من خلالهم تحول حسابك إلى ماكينة من الأرباح. ودلوقتي كمل شرح موقع ستادي بول. أول حاجة تفتح موقع studypool.com وبعد كده تروح تضغط على كلمة ساين اب علشان تعمل حساب جديد. بعد كده هيفتح معاك النموذج ده، تكتب فيه الايميل وبعد كده تكتب اليوزر نيم وبعد كده تكتب الباسورد اللي انت عايزه. بعد كده تضغط على كرييت اكونت. بعد ما تضغط على كرييت اكونت الموقع هيقول لك احنا بعتنا لك ايميل على البريد الالكتروني اللي انت دخلته، ايميل تأكيد، روح اضغط هناك على الايميل. وبعد كده وصلني ايميل للتأكيد على انشاء الحساب، هتدخل عليه وبعد كده تضغط على فيريفاي ايميل. بعد كده هتعلم هنا علامة صح انك موافق على شروط الموقع، وبعد كده تتك على اي اجري. الخطوه الجايه هتيجي هنا تكتب اسم اي مدرسه وبعد كده تضغط على كونتينيو، وبعد كده هتكمل مع الخطوات وتنزل تضغط على كونتينيو وبعد كده دن، وبكده تبقى عملت حسابك على موقع ستادي بو. وعلشان تبتدي ترفع الملفات وتبيعها تضغط على سيل دوكس وبعد كده هتنزل لتحت للصفحه وبعد كده تضغط على ابلود مور فايلز علشان ترفع الملفات بتاعتك اللي انت عايز تبيعها. ولما تنزل تحت للصفحه الموقع هيقول لك على شويه خطوات علشان تزود بيهم ارباحك وشوية أخطاء علشان تتجنبهم.